بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور مجدي عبد المقتدر، استاذ جراحه تجميل في كليه طب الازهر بمستشفى الحسين الجامعي. طبعا جراحه تجميل مفهومها لدى المجتمع مفهوم ربما يكون مقتصر على نوع معين من الجراحات، الا وهي جراحه الجمال. جراحه الجمال هي نوع من انواع جراحه التجميل. جراحه التجميل بيشمل تخصصات عده ومهمه جدا في المجتمع. جراحة تجميل عبارة عن الحروق ومضاعفاتها، عبارة عن جراحات التكميل بالكاف، وهي إكمال الجزء الناقص من جراحة التجميل. العيوب الخلقية بالوجه زي جراحة الشفة الأرنبية وسقف الحل، العيوب الخلقية بالقضيب زي العيب الخلقي، العيوب الخلقية بالقضيب زي إصلاحات مجرى البول، العيوب الخلقية بالأذن زي غياب الأذن أو الأذن الخفاشية. كل دي تشملها جراحة التجميل. جراحة اليد ومضاعفاتها والجراحة الميكروسكوبية وبتر اليد وبتر الأصابع وإعادة زراعتها مرة أخرى، ده من تخصصات جراحة التجميل. زائد بعد كده جراحات الوجه والفكين. فجراحة التجميل هو مجال واسع جدا، لا يقتصر فقط على شفط الدهون وحقن الدهون وتكبير وتصغير الثدي وشد البطن ونحت الجسم، هو ده احد تخصصات جراحه التجميل. لكن جراحه التجميل ده مجال واسع جدا، وهو من الجراحات الشيقه والجميله جدا والرائعه، وبتحاول وفيها جديد كتير جدا دلوقتي. فجراحه التجميل طبعا من الحاجات المهمه جدا للمجتمع، ومن الحاجات اللي هي لها تاثير ايجابي على نفسيه المريض. طبعا بتنقله من مكان لمكان، وبدأت مجالات جديدة كتير جدا تدخل دلوقتي. بدأ الليزر يدخل، وبدأت حاجات جديدة في نحت الجسم، كلها لها أهمية قصوى في جراحة التجميل. ونتمنى لكل مريض الشفاء العاجل، وإن احنا نقدر بما نبذله من وقت وجهد المذاكرة إن احنا نغير حياة الناس، والناس اللي عندهم مشاكل نساعدهم ان هم يوصلوا لأقصى درجة من النجاح. وشكرا جزيلا.